بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. في البدايه يعني قبل ما اقدم ضيفنا الكريم عايزه اقول يعني ربنا يشفي فضيله الشيخ اشرف الفيل. هو المفروض كان يبقى موجود معانا النهارده، لكن يعني عيان شويه ومحجوز في السعوديه الاثنين يعني، فربنا يرجعه لنا بألف سلامة. هو مبسوط يعني، هو مبسوط مش هنقدر نحسده قوي يعني، هو عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب ناولها لنا، لكن يعني كان بوزيتيف فاتحجز في العزل هناك، وإن شاء الله يبقى كويس وبيتحسن وإن شاء الله يرجع لنا بألف سلامة. عايزة أسلم على فضيلة الشيخ عبد السلام عبد المنصف اللي بينورنا من علماء الأزهر الشريف. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الله يسلمك يا فندم. وحضرتك هتدعي كده لفضيلة الشيخ أشرف الفيل ونبدأ حلقتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى أهله وإلينا سالما غانما، وأن يجعل يعني هذا المرض في ميزان حسناته، أجر وعافية كما يقال يعني إن شاء الله. بإذن الله. النهاردة إحنا الحقيقة يعني دايما بنبقى بندور كده ناس عامة على أي حاجة يعني تزود الميزان، بنقعد كده ايه طب ايه ده يزود الميزان، طب في ذكر، في اعمال خير، في كذا في كذا. فاكتشفنا في القرآن الكريم او يعني هي موجودة طبعا، لكننا لقينا يعني ثلاث اعمال موجودين في القرآن الكريم بنص القرآن الكريم، الحقيقة يعني ما نعرفش نحسبهم من كتر عظم اجرهم ومن كتر ما هم اذا اتعملوا فيعني ما لهمش حسبة، ما لهمش ميزان. فعايزين يعني نقولهم النهاردة وفضيلة الشيخ يشرحهم لنا من الآيات القرآنية، ونفهم يعني قد إيه هم قيمتهم عظيمة وكبيرة، ومجرد إن إحنا بس نعمل التلات أعمال دول أعتقد يعني إنه سبحانه وتعالى يعني يا ترى ممكن ندخل بدون حساب. نسأل فضيلة الشيخ عبد السلام عبد المنصف إيه أهم تلات أعمال ممكن يدخلونا من غير حساب خالص؟ في البداية نقول نحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف، وبعد، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. زي ما حضرتك تفضلتي ان العلماء لما قرأوا القرآن الكريم والسنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا ان هناك ثلاث اعمال لا تدخل الميزان. يعني ايه لا تدخل الميزان وايه هي الثلاث اعمال؟ في حاجة عندنا في اصول الفقه اسمها استقراء. استقراء ده احنا بنتتبع كده الآيات القرآنية وبنشوف ايه اللي ورد فيها وفي فضائلها الى غير ذلك، بحيث ان احنا نبدأ نحصر الآيات دي، وكذلك الامر بالنسبة للسنة النبوية. واحنا بنقرأ القرآن كده لقينا ان فيه خلق مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى ما حطلوش اجر معين، مش حسنة ولا عشرة ولا مية، لا ده بغير حساب. اول شيء معانا العفو، صفة العفو، وهنتكلم اشمعنى صفة العفو. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية صفة الصبر. والنقطة الثالثة الصوم. التلات أعمال دول يبقى عندنا عفو وصبر وصوم. على وساطة الكلمات لكن هما مش سهلين خالص، يعني في جهاد صحيح. في التلاتة صحيح. طب لو احنا حبينا نعرف في بينهم قدر مشترك ايه هو؟ الجهاد اقصد مثلا، لو احنا جينا الثلاث اعمال دول العفو الصبر ايوه الصيام. الصيام ما هو في جهاد للنفس جامده، في واحد في الثلاثه دول هو الرئيس. الصبر. الصبر احسنتي. الصبر ليه بقى؟ لان فكره العفو في حد ذاتها لو احنا جينا نعرف ايه معنى العفو، العفو لازم تكون انت حد ظلمك ولك الحق عليه، ومع ذلك انت قادر على اذاه، قدرت على نفسك وصبرت. صبرت ده بحد ذاته صبر. الصبر موجود ومع ذلك تعفو وانت قادر. ولذلك دوما في ناس بتظن العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة احسنت يا فندم. فالعفو عند المقدرة. طب ما انا ممكن اكون اصلا مش مقتدر ان انا اخد حقي واقول خلاص انا عفوت. لا، يبقى انت كده بتضحك على نفسك. على نفسك صحيح. يبقى انت كده ما عفيتش ولا حاجة. لكن العفو شيمة الرجال. لا، سؤال، هو دلوقتي لو واحد ضعيف وعفى من منطق انه ضعيف، بس هو ضعيف معقولة مش هياخد الثواب؟
هياخد، بس مش فكرة العفو، لأن معنى العفو متعلق. أنا سامحت، هيقول سامحت وخلاص. سامحت؟ لا مش سامحت، ده في ده في حتة بقى لازم ننبه عليها. في ناس كتير جدا ما بتقدرش تسامح، وفي ناس كتير جدا ما بتقدرش تعفو. هل ده وحش؟ هل ده غلط؟ مش غلط. يعني هل أنا أشيل وزر إن أنا ما عفتش عن حد؟ لا، ما فيهاش وزر، ما فيش وزر، إنما فيهاش الثواب العظيم، فيها تفويت للثواب. وذكر الإمام السيوطي ألف رسالة جميلة جدا بيقول إيه؟ تأخير الظلامة إلى يوم القيامة. في ناس كتير جدا، لو إحنا بقى بنتكلم عن مفهوم العفو، العفو على فكرة زي ما هو شيء محمود ممكن يكون مذموم. لو أدى هذا العفو إلى ضياع الحقوق، صح، لو أدى هذا العفو إن أنا فتحت الباب قدام الناس المجرمين أو الإنسان اللي بيزيد فيها زي ما بيقولوا، إن كده خلاص يعني زي ما سكتنا له يعني دخل بحماره، صحيح زي ما بيقولوا. فده لا، الشريعة ما جاتش كده تمنعك إنك تعفو عن حد آثم أو حرامي أو مثلا القتلة مثلا. لا، في حاجتين، في حاجة متعلقة بحقي أنا الشخصي، وفي حاجة متعدية لغيري. لو كان الحق ده متعدي للغير ما تعفوش، لأنه مش مرتبط أنت بيك، ده مرتبط بيك ومرتبط بغيرك. وبالتالي احنا حتى عندنا في القانون فكرة النيابة العامة، لما واحد بيرتكب جرم بيبقى في عندنا حقين، حق المدني وحق الدولة. صح. المدني ده أنت ممكن تتنازل عنه، لكن حق الدولة فين؟ حق الدولة من إلى غير ذلك. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى العفو في هذه الحالة مذموم، لكن لو تعلق بيك انت بحقك انت الشخصي هيبقى محمود. تيجي كده حضرتك نقول قصة لطيفة جدا. لو احنا بقى بنتكلم عن فكرة العفو، ربنا سبحانه وتعالى، احنا جبنا اصلا منين فكرة ان العفو ده ما يدخلش الميزان؟ من قول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا واصلح فأجره على الله. على الله. فأجره على الله، مش محددة. يبقى ده كده موجود عند الله سبحانه وتعالى. نيجي نشوف فكرة العفو في حد ذاتها. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو. ومن صفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يعفو ويصفح. وأمر الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قرآنه وقال: فاعف عنهم واصفح. فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. ده أنت في عفوك وصفحك عنهم إحسان، درجة إحسان، وهو ده العفو. طيب إحنا مأمورين بإيه بقى؟ مأمورين أن نتخلق بأخلاق الله، إن إحنا نعفو. ومأمورين أن إحنا أن نتصف بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولذلك ربنا بيقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأنا مطالب مني إن أنا أتخلق بأخلاق سيدنا النبي. طب إحنا دلوقتي طبعا بنقول حاجة، والناس اللي بتتصل بينا والحياة والدنيا حاجة تانية خالص. صحيح. يعني تقول لك مش قادرة، مش هموت، ماتت مش قادرة سامحها. يا ست ماتت خلاص، اتدفنت، مش قادرة سامحها، هموت، مش قادرة، دي عملت وعملت فيا وبتاع. فيتجاب منين العفو والمقدرة دي؟ يعني عند المقدرة تقول لك مش قادرة، تجيبها ازاي؟ هقول لحضرتك حاجة، فكرة العفو في حد ذاته منافي لصفات النفس. النفس البشرية فيها صفات سيئة جدا. أيوه. من ضمن الصفات عدم المسامحة، ما تسامحش. ده صفة أصيلة. وبالتالي علشان أنا أوصل لفكرة العفو، إن أنا أكون إنسان كده سخي يعني صافي النفس زي ما بيقولوا، إن أنا أقدر أسامح، ده محتاج مجاهدة، ومجاهدة كبيرة جدا مش هينة. وبالتالي برضك عشان ما نقدرش نظلم الناس او نيجي عليهم، لا، في بعض، في كل واحد دي مقدرة. في واحد بيقدر من الصغر ان هو يبدأ يدرب نفسه لغاية ما بيكبر، خلاص بالنسبة له هو شايف ان الفعل دوت في ميزان حسناته في الاخرة ولا في الدنيا. وفي حتة برضك حلوة ممكن نقولها، هو الناس اللي بتتظلم في الدنيا، الناس اللي بتتظلم وما بياخدوش حقها، هو كده ربنا ظلمهم؟ لا، بالعكس، ده ربنا أكرمهم إن ما جاب لهمش حقهم في الدنيا. ده ربنا أكرمهم إن جعل الثواب بتاعهم عظيم، في حين إن هم صبروا. إحنا هنتكلم بقى عن فكرة الصبر مش العفو، هو صبر. فهياخد برضك نفس المقدار من ناحية تانية، من ناحية إن هو صابر، مش من ناحية إن هو عفا لأنه ما قدرش، لكنه من ناحية إن هو صبر. أجل ثواب الظالم، عقاب الظالم ليوم القيامة، وده أدهى وأمر. طبعاً يعني ناس كتير جدا بتظن ان لو ربنا خد لك حقك من الظالم في الدنيا فانت كده زي الفل. لا، بالعكس، ده احنا مش محتاجين انه ياخد. لا، ده لو احنا بقى بنتكلم، لا، ده هم بيقعدوا يحاسبينه ومستنيين النتيجه.
حقيقة احنا انا بحاسب بقالي كتير في النتيجه، يعني ما شفتوش مثلا، ما فيش قطر دهس وما فيش مش يعني هم مستنيين النتيجه. ف حضرتك ذكرت حاجه مهمه قوي، انه ده انت تنبسط. صحيح. ان هو عايش وعايش حياته، خليه ينبسط بحياته وكده، ويعني نتقابل بقى في الاخر. ونتقابل. اقول لحضرتك حاجه من العقيده، عقيده المسلم، مش احنا بنؤمن باليوم الاخر؟ طبعا. طيب فين الاختبار انك بتؤمن باليوم الاخر في حاجه زي دي؟ ايوه. مش انت مؤمن ان في حساب؟ اه. طيب خلاص، احنا الدنيا يا جماعه الخير، الدنيا مش دار حساب. الدنيا اللي احنا عايشينها مش دار حساب، ربنا مش هيحاسب الظالم، مش شرط ان هو يحاسب الظالم في الدنيا، بالعكس ده هو هيأخره لك يعني ليوم الحساب. ده من الايمان باليوم الاخر، ان انا ما استناش حقي. صحيح. او ما بقاش هموت عليه في الدنيا. صحيح صحيح. ده كلام واقعي ولا كلام ممكن يتحقق؟ ده كلام اعتقادي يفترض انه يكون موجود في الواقع، وده اللي احنا بننادي بيه. انت عارفه حضرتك يا فندم مشكلتنا ايه؟ المشكله الاساسيه ان احنا في عندنا كده زي ما بيقولوا ايه؟ انفصام في الشخصيه. ايوه. احنا بنعتقد حاجه والواقع بيكون حاجه ثانيه. صحيح. لما انا باجي اكلم حد بقول له انت مش مؤمن ان في ربنا؟ اه. مش مؤمن ان ربنا ده عادل؟ يقول لي اه. اقول له خلاص مش هيضيع حقك. مفهوم العدل عندك مختلف عن مفهوم العدل عند الله. صحيح. سبحانه وتعالى. مش انت مؤمن ان في يوم حساب؟ والرؤيه الاوسع انا مش شايفاه. والرؤيه الاوسع مش شايفاه. انا مش شايفه يعني، انا وانا شايفاه بس شايفه صوره من بره ان هو بيضحك، انما انا ما اعرفش بقى الرؤيه الاوسع هيحصل ايه، ولا الدنيا هتعمل ايه، ما اعرفهاش. صحيح. يعني طب خليني اخد معايا اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي طبعا للمدام دعاء وللشيخ. عندي سؤال لو سمحتي. تفضل. انا كانت والدتي شالت معايا مبلغ. تمام. بس هو انا يعني تعرضت لظروف فصرفت. بعد كده هي ما قالتش، يعني ما رضيتش تقول. بس طبعا يعني هي زعلت جدا مني. لكن هي يعني صبرت وما قالتش، بس هي للاسف توفت وهي زعلانه مني. ايه؟ مش سامعة. توفت. اه. ان انا بقى صرفت المبلغ ده. ومن ساعتها وانا ما عنديش توفيق في حياتي. انت اخواتك يعني ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده؟ لا يعرفوا. يعرفوا ان انت خدتي فلوس من والدتك. اه. واتزنقتي وصرفتيهم. اعتقد هم برضه مش مسامحيني. قالوا لك يعني. اه. طيب والحل ايه؟ يعني هل انت قلت لهم طب انا بس ربنا يرزقني وهرجع؟ يعني في كلام دار بينكوا على الموضوع ده ولا ايه؟ لا خلاص، هو الكلام اتقفل، لكن بقى يعني اشعر بغضب. المبلغ كبير، انت ما تقدريش ترجعي. اه مظبوط. طيب سؤالك ايه؟ كان في تكفير الذنب. وشكرا. شكرا ليك يا حبيبتي. طيب تمام. هو السؤال في حد ذاته بينقسم لشقين. أو التوبة في حد ذاتها هي عايزة تكفر عن ذنبها. وفكرة المسامحة هي إخواتها مش عايزين. فإحنا بنقول يا جماعة الخير إن الموضوع مش هيبقى ضيق، يعني إحنا بنتكلم عن فكرة العفو في حد ذاته. لكن إحنا بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى من كرمه ومن لطفه ومن رحمته بعفوه، إن فكرة الذنب اللي هي ارتكبته ده لشقين. شق بيتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وشق بيتعلق بحقوق العباد. حق الله بمجرد إن هي ندمانة، وده اللي أنا أظن من خلال صوتها، ففي ندم، في حسرة على اللي هي عملته. فهي أذنبت، هي أذنبت إن هي خدت شيء أو خانت الأمانة زي ما احنا بنقول. طيب هي خانت الأمانة ده ذنب؟ آه. يستوجب التوبة. التوبة أركانها معروفة، أول حاجة تندم على هذا الفعل، لا تعود لمثل هذا الفعل مرة ثانية، تستغفر الله سبحانه وتعالى. وما ترجعش لحاجة زي كده. ده بالشق المتعلق بالله. التوبة بشكل عام. التوبة بشكل عام. الشق الثاني ده بقى المهم. اللي هي لازم ترد المال دوت للورثة. وهنا في حتة مهمة. هي ما قالتش المال ده خدته سنة كام. والمال ده في ذمتها. لو هي خدته النهاردة في سنة 2010 مثلا قبل فكرة تعويم الجنيه، فخدت 1000 جنيه، فال 1000 جنيه لأن ساعتها كان بيعمل كذا، ووالدتها توفيت 2011 مثلا، ده احنا بنفترض. طيب هي هترد ال 1000 جنيه ولا هتقومه بالذهب؟ هي في كل الحالات مش بتقول لك مش قادرة أرد، ده كان مبلغ كبير ومش قادرة أرده. ده لازم ترده.
لازم تردوا، ده دين في ذمتها. يا تردوا يا يسامحوا. اه طبعا الناس ما هم مش مسامحين اصلا. يعني هي من خلال سؤالها هم مش هيسامحوا. هي دي بقى المشكله في النفس البشريه، ان هم يعني زي ما بيقولوا كده ايه، ما سابوش لها اعذار. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيامرنا ان احنا نلتمس الاعذار، التمس لاخيك 70 عذرا. لا، ولو ما سامحتش اختي في فلوس مزنوقه فيها يا جماعه. صحيح، وهو يعني ده اللي احنا اتزنقت في فلوس وما سامحهاش واسيبها تتعذب بيهم، ده الغلب ده. يعني ده ذنب في الدنيا قبل ان يكون ذنب في الاخره، اللي هو الالم النفسي. وبالتالي احنا بنناشد اخواتها يعني في هذا من خلال برنامج حضرتك، ان يا جماعه الخير هي ممكن ترد اليكم المبلغ وهي عايزه ترد، بس يكون على اقساط. سامحوها، دي اختكم مهما يعني انتوا. وده الحاجات المؤسفه، ان احنا بننسى بيت زمان يعني، واحنا قاعدين مع بعض على الطبليه ولا على الترابيزه وبناكل وبنلعب كل ده بينسى من اجل حفنه يعني قليله من المال. فاحنا بنوجه بنقول لهم يا جماعه الخير سامحوا اختكم او اصبروا عليها، لكن هنا لو هم ما سامحوش كده كده لازم ترد هذا المال. طيب سريعا، الصبر ده موضوع كبير قوي يا فضيله الشيخ، وان شاء الله يعني نتكلم فيه باستفاضه، لكن انا عايز اختم برضو بفكره الصبر، انه ازاي اعود نفسي او ادرب نفسي ان انا، لانه الصبر ده حاجه عظيمه جدا، بس ده في الصبر على الابتلاء، وفي الصبر على المرض، وفي الصبر على انا سمعت انه في الصبر على اداء العبادات. صحيح، يعني ده محتاج صحيح. صبر صحيح، فده كذا اتجاه يعني. صحيح، هو قالوا كده، في صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فالصبر على المأمور على الطاعة، انك واصبره وصابره. وده بيحتاج ان انت لازم يكون لك صحبة صالحة تعينك اصلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. زيادة صبر كمان، تفاعل الصبر، حتى لو مش هتبقى صابر فتفاعل، تظاهر بالصبر. ده المعنى. طيب هنا انا علشان اصل لدرجه الصبر اعمل ايه؟ اللي هو علشان بقى ناخد الثواب عند الله سبحانه وتعالى، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اول حاجه ان لازم يكون ليك صحبه صالحه. اتنين، ودي حته مهمه جدا في الدنيا بقى، ان مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانسان اللي بيبتلى فاحنا وما بيقدرش يصبر بنقول له ايه؟ بص للي هو اعلى منك في البلاء. فالنهارده شقين، في واحد اعلى منك في الدنيا، واحد اعلى منك في الاخره. طيب انت عايز تبص لمين؟ انت النهارده ربنا ابتلاك بمرض بسيط، شوف اللي ربنا ابتلاه بمرض اكبر وصبر، اتعلم منه. لو انت شفت نفسك بالنظره دي هتستصغر النفس وهتصبر. ثلاثة بقى، الصبر بالله سبحانه وتعالى، ان انت تطلب الصبر من الله، وده بيكون من خلال الدعاء على فكره، من خلال الذكر، من خلال قراءة القرآن، من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي برضك فايدة ممكن نقولها للسادة المشاهدين، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الآية دي فيها سر عجيب، ده بتاع ستنا أم سيدنا موسى. من الأدعية اللي المشايخ أجازونا فيها إن احنا نعطيها حتى العباد أو نبينها لهم في مسألة الصبر والربط على القلب والحزن وي وي وي. يقولوا الدعاء ده. إيه بقى؟ ده لي إن كادت الآية القرآنية. الآية القرآنية ده دعاء، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وهي بتقول الذكر دوت كده بتستشعر أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبها. ده بقى في حالة الأم مكلومة على ابنها. صحيح، يعني يقال هذا يقال هذا الدعاء. وفي غيره، حتى لو الإنسان مش صابر على إن هو ممكن يعمل معصية، وبالتالي الصبر على الطاعة اللي هو على المأمور ده بيكون من خلال الصحبة الصالحة. الصبر على المحظور إن هو يبدأ يقفل البيبان، ده في حد ذاته صبر. صبر برضه. طبعا. والصبر على المقدور ده مش جهاد، ده جهاد وصبر، يعني الاثنين. ما هو الجهاد جاي من الصبر. هو الجهاد جاي منين؟ من الصبر، ان انت تصبر. وممكن تقع مره مش مشكله. طب لو انا وقعت مره، الصبر كده ثوابه راح؟ ابدا خالص، ده ربنا سبحانه وتعالى لطيف وعالم بحال العباد، هتاخد برضك نفس الثواب. بس هي الفكره كلها متعلقه بالمجاهده وبتعويد النفس. هعود نفسي ازاي؟ ابص للناس اللي اعلى مني من اهل البلاء. صحيح. ابص للناس اللي اعلى مني في اداء العبادات، يبقى انت كده الصبر على المأمور. هبص للناس اللي ما بتعملش معاصي، يبقى كده صبر عن المحظور. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد السلام عبد المنصف من علماء الأزهر الشريف، نورتني يا فضيلة الشيخ. عندنا فاصل قصير ونعود.
اهلا بكم مشاهدينا مره تانية في سوره الاعراف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. دكتوره سماح عزب استاذ تفسير وعلوم القران الكريم، اهلا بحضرتك يا دكتوره. هذه الايه الكريمه يمكن كأكتر من مره اقراها واتخض من فكره ان الرسول عليه افضل الصلاه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول انه هو يقول يعني لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اكتر من الخير اللي الرسول عمله، يعني انا مش قادره اتخيل. اهلا بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. القرآن الكريم وخصوصا الكلام اللي ورد عن الانبياء بيعلمنا دروس كتير قوي احنا مش واخدين بالنا منها في حياتنا. منها اول حاجه ان مثلا في الايه دي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا جماعه انا بشر زيكم ما املكش لنفسي لا النفع ولا الضر، كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. عارفه ده عكس ايه؟ ده عكس ما واحد يقول لك انا هقدر اعمل كذا وكذا في اللي قدامي عشان هو غصني، الكلام اللي حضرتك كنت بتقولي عليه من شويه، انا هعمل كذا واسوي كذا، والانسان يفتكر نفسه يعني ان قوته ملكت كل حاجه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. طب لو انا عارف اللي جاي كان الحاجة اللي أنا هعدها يعني كده أشيلها وادخرها للي جاي إني أستكثر من الخير، كمان أنا لو أعرف اللي جاي كنت منعت عن نفسي السوء. الآية جاءت في إيه؟ جاءت في معرض التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كم الأدب الرسول كان بيتحلى به وإن هو بشر، وتعليم للأمة يعني يا ناس تذكروا ربنا سبحانه وتعالى واعرفوا ان كل حاجة بيدي، ما تعلقش قلبك بالاسباب، انت خد بالاسباب عشان دي سنة الله في الكون، لكن علق قلبك برب الاسباب. فعشان كده الآية انتهت ان وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طيب الخير اول حاجة تجيب للانسان الخير في حياته هي ايه؟ اول حاجة هي صلاح القلب. عارفة بقى لو القلب في صلاح كان ايه اللي حصل؟ كنا مثلا هيبقى عندي اقبال على طاعه ربنا، اقبال على الصلاه، اقبال على الانفاق، اقبال على العفو، يبقى كل حاجه ملكها القلب. طب فين الكلام ده؟ سيدنا ابراهيم على جلاله قدره واتخذ الله ابراهيم خليلا كان بيقول ايه؟ ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. عارفه الحقني؟ يعني زي ما يكون في قطر ماشي واخر عربيه انا عايزه الحقها. اما سيدنا ابراهيم الخليل يقول ايه؟ الحقني بالصالحين. امال مين الصالحين؟ يعني شوفي حضرتك كم التواضع ده من العلماء بيسموه حاجه اسمها هضم النفس، يعني هو مهما عمل عنده خوف ورجاء منتظر العفو من ربنا سبحانه وتعالى. طب يقول ايه بقى سيدنا ابراهيم في نفس الايات؟ ولا تخزني يوم يبعثون. انت سيدنا ابراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى من هنا نبتدي نفكر بقى من اين ياتي القلب السليم. لو الانسان تمتع بقلب سليم اول حاجه هيقدر يعفو، هيقدر ان هو يقبل على الطاعات من غير ما يقول بقى اللي احنا عارفينه، انا عندي فطور، انا نسيت ان انا اتصدق من مالي، ما عملتش حسابي، ما حدش قال لي، انا كسلان عن الصلاه، انا حاسس ان انا بعيد عن القران، انا حاسس ان انا بعيد عن ربنا. طب ايه بقى الحاجه اللي تدفع الانسان الوازع الداخلي هو ايه؟ هو ان انا اركز على القلب. طب اصلحه ازاي؟ اول حاجه كثره الذكر. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى اول حاجه الذكر هينزل على القلب كده سكينه ويخلي الانسان دايما فاكر ربنا سبحانه وتعالى، يعني حتى لو هو كسل شويه وهو بيذكر الله هيبقى عنده حماس انه يقوم. حاجه مهمه قوي بتؤدي الى لين القلب. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا اردت ان يلين قلبك وتدرك حاجتك اعمل ايه؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك. إيه اللي يحصل بقى لما أنا يكون قلبي كده يعني في رحمة على اليتيم وإن أنا أديله؟ ده بقية الحديث إن تدرك حاجتك ويلين قلبك، وده الحاجة اللي احنا عايزينها اللي هي لين القلب.
جميل. طيب احنا النهارده عايزين نتكلم على فكره كفاله الاسر، وازاي نقدر نكفل يبقى في حد في رقبتي، يعني انا ابقى يعني مروحه بس في ناس يعني عيشتهم كلها، مش مجرد ان انا بديهم لبس مثلا من عندي او بفرش لهم بيتهم، انما في حد في رقبتي واكل شارب مدارس علاج، ده بتاعي انا. دي قيمتها ايه؟ دي بقى حضرتك قيمه يعني عاليه جدا. شوفي الحديث بيقول ايه؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو الصائم لا يفطر، أو القائم لا يفتر. يعني إيه؟ يعني زي ما تكون أنت بتجاهد في سبيل الله، طالما أنت إيه؟ ساعي عليهم، يعني هم في رقبتي زي ما حضرتك قلت كده بالظبط. طول ما هم في رقبتك انت في منزلة المجاهد، او واحد صايم على طول ما بيفطرش، او واحد قائم الليل لا يفطر، يعني لا يمل، مش بيمل ابدا. يبقى كل المنزلة دي عشان انا ساعي على المحتاج الارملة او المسكين. طيب كمان بقى حاجات كده معنوية نعرف غير المنزلة الكبيرة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها والرسول قال لنا عليها، ان ده فيها جبر خاطر. تخيل انت ماشي في الدنيا بتجبر بخاطر أسرة زي ما احنا شايفين كده حضرتك، دي كانت عيشتها بتكفل أسرة، تقول يا رب يعني اديني الخير عشان حتى الناس اللي في رقبتي دول، يا رب وسع في رزقي عشان الناس دي، عشان الطفل الفلاني، عشان الست اللي مش قادرة تقوم، عشان يا رب ان انا ادلهم كل شهر وان انا ادخل عليهم السرور. يبقى انت ماشي بتجبر خاطر الناس، ادي اول حاجة. تاني حاجة ادخال السرور. عارفة سيدنا الامام مالك بيقول لنا ايه؟ ان افضل من افضل العبادات ادخال السرور وتفريج الكروبات، وبيقول انا نذرت نفسي لتفريج كروبات الناس. وهو مين؟ الإمام مالك. عارفة حضرتك أنا قاعدة أقول النبي سيدنا إبراهيم والإمام فلان، يعني الناس اللي هي ربنا ده غير فتح عليها بالعلم، غير كل ده في بقى حاجة تانية كمان هم يعني حريصين إن هم يعملوها. فكرة إن أنا أبقى حريص بغض النظر بقى أنا في حياتي إيه، أنا حريصة إن أنا أفك كرب الناس أو أساعد الناس أو أقف، دي قصة تانية بقى. طبعا يعني هم ما اكتفوش بالمنزلة اللي هم فيها. أنا عايز أقول لحضرتك إن العلم ولين القلب بيدفع الإنسان إن هو ما يبطلش فعل الخير. كنا مرة اتكلمنا على إن حضرتك قلتي إن في سيدة كانت متعودة إنها تساعد الناس، لكن كانت بتقول أنا نسيت، أنا نسيت ليه؟ محدش جه قال لي، محدش جه قال لي ليه؟ محدش جه قال لي عشان إحنا مخلينها لما الظروف هي اللي تبعت لنا ده. لكن أنا مش هستنى الظروف، أنا اللي عايز الخير، أنا اللي عايز أدخل دايرة الخير عشان ربنا سبحانه وتعالى يجبر بخاطري ويرزقني الخير. وطبعاً كفالة الأسر من أفضل الحاجات اللي تخلي الإنسان في خير. ليه؟ لأن أنت بطريقة منتظمة وفيها استمرارية بتجبر بخاطر الناس. يعني لما أنت تجبر بخاطر عباد ربنا تفتكر ربنا الكريم هيكون المقابل إيه من عنده؟ يعني شوفوا لحضرتك ربنا الكريم بأكثر ما أنت كنت تتخيل. احنا شايفين دلوقتي جهاز تجهيز العرايس في جمعية البر والطاقة المصرية، وبرضو ثواب تجهيز العروسة أو ثواب إعانة أسرة على إن هم يجوزوا بنتهم أو كده، وحاجات كلها جديدة، وبرضو ده في باب إدخال سرور، وبرضو في فك كروبات، لأنه طبعا في عز الزنقة بتاعت العروسة دي الناس بتتداين وبتدفع وبتكتب على نفسها وصولات، فده فك كروبات برضو. ايه رأي حضرتك؟ شفتي حضرتك البنت اللي هي هتتجوز واهلها هم بيجهزوها، شوفي هي بتبقى مشغوله قد ايه، وكمان شايله الهم لما تقدرش تجيب اللي هي عايزاه، وهي عندها مقدره او ممكن تكون مقدره يعني قليله شويه او اقل من احتياجاتها. لكن نتخيل بقى العروسه اللي هي عارفه ان هي ما عندهاش مقدره نهائيا، بتبقى حالتها عامله ازاي؟ مدى الكرب والحزن اللي هي بتبقى فيه. طب نتخيل كده لما يجي لها مرتبه زي اللي احنا شايفينها او جهاز جديد مش مستعمل، هيبقى قد ايه الفرحه؟ ده دي بقى حضرتك صدقه جاريه وخير كبير لي. كل ما هتستعمل الجهاز ده او تبص للفرش اللي جه في بيتها هتدعي للي كان السبب. يعني انت عملت الخير وسبته، لكن وممكن تكون نسيته كمان، لكن مازال الاثر بتاعه مستمر والدعوات بتوصل لك، ونيجي كده نقول الحمد لله ربنا سترها عليا في اليوم الفلاني وانسى ان انا كنت عملت خير. عارفه حضرتك ده الرصيد
الرصيد زي ما انا بحط كده فلوس في البنك وبعين حاجات عشان الايام اللي جايه مش عارف فيها ايه، هو ده رصيد الخير اللي الانسان لازم يدخره للمستقبل. طول يعني واحنا في الشتاء وفي البرد وكده يقول لك لو بتنسى تشرب ميه ده خطر جدا، الجسم بيبقى محتاج ميه طول الوقت. فتكتشف ان انت الميه عندك مش حاسس بقيمتها، يعني كراتين الميه او الفلاتر او الكولدير او اي حاجه في البيت عندك ومش حاسس بقيمتها، وممكن على فكره يعني الجسم يتعب ويئن لانه ما بتدخلش فيه ميه وانت في مقدرتك تشرب. فنتخيل انه حتى اللي ما عندوش بقى اللي هو نفسه في البق ده وما عندوش الميه، او عشان يشرب ميه مش بس يروح لغايه المطبخ يجيب، لا ده ينزل ويركب توك توك وتمشي في المطر او في الحر او في كده عشان تنزل تجيب جيرك الميه. فدي حاجه محدش حاسس بقيمتها ومحدش عارف قد ايه هي كبيره غير لما يروح الاماكن النائيه دي ويلاقي فعلا الناس يعني في عرض بق ميه. عارفه كلام حضرتك ده بيفكرنا بجمله، احذر من الف النعمه ان ينسيك انها نعمه. يعني مش كتر ما انت اتعودت على النعم بقيت تقول عادي. عارفه حضرتك ناس تصحى الصبح تقول لك اما الميه موجوده اهي في الثلاجه عادي، لا ده مش عادي، دي نعمه، بس احنا عشان اتعودنا عليها نسينا انها نعمه. واحد هو صحيح يعني مش عيان مش مريض، واحد عنده فلوس، واحد قادر ان هو ياكل ويقول ده عادي، لا مش عادي. كم من مريض ما هوش قادر ياكل، كم من واحد حتى بق الميه ده لو موجود قدامه مش قادر يشربه، صحته مش مستحمله. فاحنا اول قاعده عايزين نعرفها، لا تجعل تعود على النعمة ينسيك أنها نعمة. طيب خلاص أنا عرفت وبفكر نفسي كل شوية إن دي نعم، كيف أشكر النعم؟ أشكر النعم، الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالفعل. طيب بالقلب إن دايما أحس كده واستشعر الحمد لله يا رب، كل ما أمشي أقول الحمد لله أنا أحسن من غيري. باللسان إن أنا أردد ده الحمد لله. طيب بالفعل إيه؟ إن أنا ساهم في حاجة زي الآبار أو زي توصيل المياه، خصوصا إن جمعية البر والتقوى بتوصل المياه وكمان في تحلية الميه. كمان بتوصل المياه للاماكن البعيده اللي انا مش هقدر اوصل لها لوحدي كافراد، وان انا كمان مش عارف هي فين، وممكن ما يكونش عندي المقدره الماديه ان انا اقوم ببير كامل. طيب انا عايز اوصل هديه لوالدي او والدتي اللي توفاهم الله، افضل هديه ايه؟ افضل هديه هي الماء. اتخيل كده وهو خلاص انقطع عمله من الدنيا وبعدين جاياله هديه من ابنه، ده نوع من انواع البر. فالبر لا ينقطع بالوفاة، بالعكس ده كمان له أثر كبير بعد الوفاة، لأن في الدنيا هو ممكن يعمل بنفسه، لكن بعد الوفاة اللي هو إيه؟ انقطع عملي وأنت أملي. يعني أنت الأمل دلوقتي، أنت اللي بتوصل له. افتكر كل يوم هو تعب عشانك، افتكر الحب مش إن أنا أعلق صورته على الحيطة بس وأقعد أبص للأب أو الأم، الحب إن أنا أعمل له حاجة توصل له، وأفضل حاجة هي الماء. كما طبعا في حديث سيدنا سعد لما راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أمي ماتت أتصدق عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وقال له أن أفضل صدقة هي المية. فطبعا توصيل المياه من أفضل الأمور اللي الإنسان لازم يشارك فيها. كمان ده رزق، كل واحد بيشوفنا دلوقتي ده رزق جالك أن أنت عرفت أن فيه متاح أن أنت تساهم في توصيل المياه، سواء أن أنت تقدر تقوم ببير لوحدك أو تجمع من إخواتك أو أن أنت تجمع من الأصدقاء. المهم بأي طريقة أنت تساعد في هذا العمل. نفتكر حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. طب هي شق التمرة كانت هتعمل إيه؟ هي مش هتعمل حاجة في رأيك، لكن أنت مش عارف اللي قدامك ده هتنفعه بإيه، خصوصا لما تكون دي مصحوبة بالإخلاص. يبقى أهم حاجة كمان في الصدقة وأنا بساعد غيري، أول حاجة الإخلاص، وإن أدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول. عايزين كمان نتكلم على فكرة تحلية المية، وانه في محطات كبيره لتحليه المياه. في حد ممكن يشوف انه البير ده هو عايز يعمل حاجه اكبر، عايز يجود، عايز يطيب الصدقه زي السيده عائشه رضي الله عنها ما كانت بتعمل. فتطيب الصدقه في عصرنا ده ممكن بتحليه المياه.
ممكن بـ بـ يعني بتزويج بقى، يعني تطيب الصدقه دي ان انا اقدم الصدقه في اجمل حال وافضل حال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. شيء دي عشان تشمل الصغير والكبير، الحاجة القليلة اللي انت فاكر انها قليلة او الحاجة الكبيرة، اي حاجة هتنفق منها فربنا سبحانه وتعالى عليم بها ويكافئك عليها. بس انت اشتغل اعمل. عارفة حضرتك ناس كتير تقول اه ده انا نفسي اساعد في ده، اما تشوف كده الصورة تقول اه دي حاجة كويسة قوي. طب عملت ايه بعد ما قلت انها حاجة كويسة؟ الحل ان انا بسرعة اسارع واقول انا عايز ايه، اتصدق، عايز ان انا اساعد واساهم، ما احرمش نفسي من الخير ده. خدي بال حضرتك ان اكتر باب من ابواب الشيطان هو التسويف. التسويف يعني ايه؟ يقول لك انت معجب بالفكره وعايز تساهم فيها، بس بلاش الشهر ده، خليها الشهر الجاي. ليه؟ عشان تكون يعني ايه جمعت مبلغ كويس، او عشان تكون خلصت مصاريف كذا. يجي الشهر الجاي يروح، يجي الشهر اللي بعده يروح. يبقى ده اسمه التسويف. التسويف ده الشيطان بيستخدمه مع الانسان في اي حاجه. صلي استنى كمان شويه، اقرا قران استنى كمان شويه، اتصدق كمان شويه، طب كلم فلان في الخير بعد كده عشان ده الوقت مش مناسب، ويفضل الوقت مش مناسب. زور امك، زور الوقت مش مناسب. ويفضل نقول ايه لما ده يخلص، ويفضل يا ليتني. ايوه، ويفضل نقول ايه لما ده يخلص، لما ده يخلص ونلاقي العمر خلص. نفتكر الجمله دي صعبه قوي، يعني معناها كبير. لما يخلص، لما يخلص ونلاقي العمر خلص، ورقه امتحاننا اللي هي احنا عايشينها في الدنيا اتسحبت مننا، ومفيش بعد كده فرصه ثانيه. لعلي ارجع ايه، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها. ده الناس يعني نعوذ بالله من ذلك، ان هم خلاص اتحاسبوا قاعدين يندموا ويقولوا يا ريتني بس ارجع الدنيا، وان انا اكون حالي افضل من كده. فطبعا اللي كان عايز يشتغل كان يشتغل، خصوصا ان ايه، وجاءكم النذير. وجاءكم النذير دي مقصود بها ايه؟ اما الرسول صلى الله عليه وسلم، اما حديث ظهور الشيب، إما أو موت الأقران. شوفي بقى المعنى الدقيق للآيات. وجاءكم النذير. أنت شايف الناس اللي قدك والناس إخواتك واللي أكبر منك كم، أو المرض، أو المرض أو أي علامة فارقة في حياتك جات لك نذير، اعتبرت بيها ولا لم تعتبر؟ صحيح. هي المشكلة أنه الناس ممكن بتنسى بعد ما الحالة تروح، يعني يا رب أنا هعمل اخف بس وهقوم واعمل، وبعد ما يخف وكده ينسى. انه حد يموت، يا ده الموت ده وحش قوي، انا عايز الحق واعمل، وبعد كده ينسى. الانسان بقى نساي بطبعه، فبينسى انه يعمل. ايه اللي يجدد الايمان، وايه اللي يخليه لا ما ينساش ويفضل النذير ده متاجج جواه؟ بصي، اولا طبعا حضرتك فكرتني بالطلبه اللي بيقول ايه، بس اعدي الامتحان ده. ايوه، وهذاكر بقى من اول السنه هبقى ايه، مفيش كلمه هتفوتني. صحيح. بصي حضرتك، عشان كده اخر كلمه كانت في القران، اخر ايه اسمه ايه بقى، الامر الاخير في القران الكريم. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. افتكر اليوم اللي انت هتقف فيه بين يدي الله لوحدك، هتتحاسب لوحدك، هتتحاسب على كل صغيرة وكبيرة. الكتاب ما بيفوتش حاجة. صحيح. كل حاجة هتتحاسب عليها. فلو الإنسان فضل يفتكر كده، ده أنا الكلام ده أنا هتحاسب عليه. طب الاستغفار ده أنا هتحاسب عليه. طيب مثلا أنا حطيت جوايا إن أنا عايز ما سامحش فلان، ده أنا برضو هتحاسب عليه. وعشان أقدر أعفو، افتكر ان انا لو عفيت دلوقتي ده هيتحسب لي. صحيح. يوم القيامه. افتكر ان انا لو تصدقت دلوقتي وحتى ولو باقل قليل من وجهه نظري، ده هيكون موجود يوم القيامه. ويمكن هي دي العمل اللي يخلي الميزان بتاعي يرجع والكفه ترجح، وان انا افوز برضا ربنا سبحانه وتعالى. انا في نهايه فقرتنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره سماح عزب، استاذ التفسير وعلوم القران الكريم. عندنا فاصل قصير ومكملين معاكم على الهواء مباشره. اهلا بيكم
بيكم مشاهدينا مرة تانية. الحقيقة يعني تحس كده ان العالم كله بيتآمر عشان تفضل قاعد في مكانك وما تتحركش خالص، كل حاجة بقت بالريموت، كل حاجة بقت باللمس، الموبايل ده والدنيا والعالم اللي اتفتح ده بيسمر الناس في مكانهم بالساعات قدامه ليل وصبح، حتى المنصات اللي على التلفزيون خلاص الناس مش هتنزل مش هتتحرك. فزاد فكرة انه التصاق الاشخاص بالكراسي والقعدة اللي مش مظبوطة، فبقى يجي لهم انزلاقات بقى من اول الرقبة لغاية وانت نازل. فالموضوع بقى مؤلم وبيحصل، مش كان زمان في الكبار السن، لا دلوقتي بقى من سن الشباب. فاحنا النهاردة عايزين نعرف ايه الاساليب الحديثة في علاج الانزلاقات الغضروفية بقى، وكمل بقى نكمل بقى في الخشونات وفي الحاجات دي. خلونا يعني نرحب بدكتور محمد موسى، استشاري علاج الام العمود الفقري بكليه طب جامعه القاهره وعضو هيئه تدريس كليه طب جامعه المنصوره. ازي حضرتك يا دكتور؟ نورنا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الاول عايزين نعرف علشان لو حد قاعد وعنده الام بس مش عارف ان دي انزلاق غضروفي، يحس بايه عشان يقدر يقول اه ده انا كده لازم اروح لدكتور لانه شكلها كده انزلاق؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا تعريف الانزلاق الغضروفي هو تسرب الماده الجيلاتينيه من داخل الغضروف الى الخارج. وطبعا ده بيضغط على جذر العصب. لو هو انزلاق غضروفي عنقي يسبب الم في الرقبه، تسمع في الكتف، الم في الدراع، احساس بالكهرباء، بالتنميل، تقلصات في الدراع. لو هو انزلاق غضروفي قطني، الم في اسفل الظهر، الالم ده بيسمع في الرجل، تقلصات، احساس بالتنميل، بالخدل، صعوبه في الحركه. دي طبعا اول حاجه اللي هو التعريف العلمي للانزلاق الغضروفي. تعريف الانزلاق الغضروفي. الاسباب بتاعته هو طبعا حمل الاشياء الثقيله، ضعف العضلات، عدم ممارسه الرياضه، الوزن طبعا والحمل الزائد على الفقرات اللي هو خاصه الفقرات القطنيه يعني. بدايه طبعا احنا بندي للمريض اللي هي الادويه مضادات الالتهاب احنا كنا زمان يا دكتور كانوا يقولوا لنا القعده على الكمبيوتر بشكل مش مستوي، وكانوا يرسموا طريقه القعده والكلام ده، هل الحاجات دي برضو لانه دلوقتي الناس بقت قاعده على الموبايل ومدلدله راسها، فهل دي فعلا ممكن تؤدي للانزلاق؟ طبعا هو بصفة عامة التيبس اللي بيحصل في العضلات، يعني لو حضرتك بتسوق لفترات طويلة مثلا، لو انت قاعد على مكتب لفترات طويلة، ده طبعا بيسبب يعني ضعف العضلات بصفة عامة، بيبقى المريض عرضة ان يحصل انزلاق غضروفي مع بقى شيل حاجات تقيلة، المجهود الزيادة في البيت. طيب مع الوزن بتحصل طبعا. فين؟ الظهر والفقرات اللي في الرقبة بس ولا في أماكن هو دي حضرتك الأكثر شيوعا، يعني هو ممكن يجي في الفقرات الصدرية وبيبقى المريض بيشتكي من ألم في وسط الظهر، لكن الاكثر شيوعا طبعا اللي هو الانزلاقات اللي بتحصل في الفقرات القطنيه، خاصه ما بين الفقره الرابعه والخامسه والخامسه والعصعصيه الاولانيه. زي ما حضرتك شايفه كده ده انزلاق غضروفي عنقي، هو كبير شويه ما بين الفقره الرابعه والخامسه، ده بيسبب الم في الرقبه، الالم ده يسمع في منطقه الكتف، يسمع في الدراع، تنميل، ممكن يجيب صداع لو الانزلاق حتى ما بين الفقره الثالثه والرابعه، المريض يشتكي من صداع شديد جدا ويبقى المشكله كلها من رقبته. تمام. يعني لو مصدع او عنده الم في كتفه ممكن يبقى السبب الاساسي طالع من الرقبه. من الرقبه طبعا بيبقى يعني دايما، والمريض بياخد مسكنات وياخد علاج للصداع وهي المشكله كلها من رقبته. تمام. نعالج الرقبه الاعراض كلها تروح. تمام. طبعا احنا بنبدا بالادويه اللي هو العلاج التحفظي في الاول، مضادات الالتهاب، المسكنات، مرخيات العضلات، وبنشوف الاستجابه ايه. لو المريض بقى ما تحسنش بيبقى في اجراءات تداخليه، احنا طبعا اتكلمنا قبل كده عن الاجراءات التداخليه المحدوده اللي هي بدائل الاجراء الجراحي. كان زمان بيتعمل اللي هو الحقن، حصل تطور بشكل اكبر بقى التردد الحراري. زائد ان احنا لازم نعالج الغضروف، احنا مش هنعمل اجراء. ايه الفرق بين الحقن والتردد الحراري؟ الحقن اللي هو كان زمان بيتعمل حقن لجذور الاعصاب. تمام. يعني انزلاق بقى كان زمان بيتحقن الكورتيزون. حصل تطور بشكل اكبر طبعا، ما عادش حقن كورتيزون بقى تردد حراري. التردد هو جهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب، بتداوي الالتهاب اللي على جذور الاعصاب والالتهاب اللي على المفاصل المصاحبه اللي هي مسببه الالام. بيبقى في دايما مفاصل ما بين الفقرات. لو هي في الرقبه بتسبب صداع، بتسبب الام في الكتف، لازم المفاصل الملتهبه دي تتعالج بالتردد الحراري. كذلك برضو لو في اسفل الظهر بتسبب الام مع القعده، تسمع في منطقه الاليا، زي ما بيقولوا كده تتحزم الظهر، بيسبب الم والمريض بيتقلب على السرير. يعني ليها بعض الاعراض كده، فلازم الالتهابات المصاحبه للغضروف تتعالج. فالتمدد الحراري ده بقى بتدخل باشعه. يعني بتعمل ايه؟ ده غير التبخير ولا ده؟ احنا طبعا التردد هو دوره انه يحل مشكله الالم. الالام اللي في اسفل الظهر، الالام اللي في الرقبه. زي ما قلت لحضرتك هو جهاز بيطلع موجات مضاده للالتهاب، بتداوي الالتهابات اللي على جذور الاعصاب. لو في التهابات على المفاصل المصاحبه بنعالجها برضو بالتردد الحراري. بيعالج الالتهاب اللي على المفصل. تمام.
الحاجه الثانيه بقى اللي هو التداخلات المحدوده، اللي هو زي تبخير الغضروف، زي شفط الغضروف، ان احنا بنعمل اجراءات تداخليه محدوده على الغضروف عشان نحجم الغضروف. لو في حاجه كبيره ضغط على العصب بنشيل الجزء اللي ضغط على العصب من غير ما نفتح الظهر او نفتح الرقبه، لو شفط الغضروف. تبخير الغضروف هو نوع من انواع الليزر بيعمل زي قنوات جوه الغضروف، فبيلم البروز، بيخلي الجزء اللي ضغط على العصب يبعد عن العصب. طب حضرتك كنت ذكرت موضوع الحقن والكورتيزون، ده كان بيبقى مؤقت يا دكتور ويرجع الالم تاني؟ طبعا. هو هل التدخل الحراري المحدود ده بيبقى مؤقت برضه؟ ما انا بقول لحضرتك لو هو انزلاقات صغيره والتهابات هتتعالج بالتردد، لا المشكله بتتحل. اما لو في انزلاق موجود، لا احنا اللي بنعمل اجراءات تداخليه محدوده على الغضروف، لازم الغضروف نفسه يتعالج، اللي هو تبخير الغضروف او الشفط حسب طبعا كل حاله. لو الغضروف كبير قوي بنعمل منظار، بنشيل الحته اللي ضغط على العصب نستأصلها، تمام. فحسب الشكوى وحسب الرنين في ايه، بتبقى دائمه بقى، خلاص العلاج طبعًا دائم. طبعا طبعا احنا لما بنشيل بالمنظار الجزء اللي ضغط على العصب، لا المشكله بتتحل. تمام، بتتحل خلاص. طبعا ما طبعًا بديل ما لم ما لم الشخص ما يرجعش يشيل حاجات تقيله برضه، مش عارف. المحافظه طبعا مهمه بقى. لكن احنا الاجراءات التداخليه لا، احنا بنحل المشكله من جوه يعني. لا احنا بنشيل الحته اللي ضغط على العصب او بنعالج الالتهاب من جوه او بنعالج الجدر الملتهب، لا المشكله بتتحل. تمام، بس حسب برضه الشكوى وحسب العرض وحسب التشخيص بتاع المريض ايه يعني، ليها طبعا عوامل كثيره جدا بيتوقف عليها نوع الاجراء اللي انا بختاره يعني. والمفترض انه يحس بالراحه لانه بيبقى جاي لحضرتك مستوي، يعني المريض اللي بيجي ده وبتخليه يتجه للتردد الحراري اكيد ده خد مليون مره ادويه ومضادات التهابات وبيبقى خلاص في حاله من الالام. طبعا حضرتك ما بتنصحش على طول بعمل عمليات او كده، بتقول نبدا الاول التدخلات. احنا طبعا بنبدا مع المريض بالترتيب. يعني لو هو في مريض ده خلاص وصل بروتوكول عالمي، وصل لمرحله حصل سقوط في القدم مثلا او لا، ده خلاص ده هيحتاج جراح. لكن كل اللي قبل كده بنسبه 90% من الحالات لا، الاجراءات التداخليه بتحل المشكله. لكن ما بيبقاش مثلا غضروف كبير قوي وحاجه كبيره وضغط على العصب ونقول ان احنا هنعمل حقن وتردد، لا مش هينفع، لازم يتشال في حته كبيره هتتشال بالمنظار، بنستأصل الجزء اللي ضغط على العصب ده. تمام. وبعد ما بنخلص بيتعمل ليزر على الغشاء الخارجي بتاع الغضروف عشان يلتئم ويرجع لوضعه الطبيعي. وبنعالج بقى الالتهابات والالام اللي هي في الرقبه او في الظهر، بنعالجها بالتردد عشان الالم اللي في رقبته واللي في ظهره. اما نوع الاجراء فده بيتوقف على حاجات كتيره قوي، منها الشكوى بتاعه المريض، منها الحاجات اللي باينه في الاشعه بتاعته في الرنين. لو غضروف كبير قوي الحته اللي ضغط على العصب هنستأصلها ونشيلها بطريقه معينه حسب هي خارجه ضغط على المخرج بتاع العصب، يعني ليها عوامل كتيره بيتوقف عليها نوع الاجراء اللي احنا بنختاره. زي ما انت شايفه كده، ده انزلاق غضروفي قطني. لو حضرتك شايفه ده ما بين الفقره الخامسه والعصعصيه الاولانيه، في جزء كبير في الكاتس اللي هي العرضيه، الجزء الخارج الكبير قوي من الشمال ده، حضرتك ده مش هينفع له حقن وتردد حراري، ده هيتشال بالمنظار. تمام. الاجراءات التداخليه حتى التبخير والشفط ما تنفعش الحاله زي كده، وطبعا ده بسبب له الم مبرح. المنظار ده يعتبر جراحه ولا يعتبر اجراء تداخلي؟ المنظار هو اجراء تداخلي زي ما حضرتك شايفه. شوفي حضرتك اخر حاجه على الشمال دي القطعه اللي احنا خرجناها، اللي احنا اللي كانت ضغط على العصب، شوف حضرتك الحته كبيره ازاي. فمش هينفع حقن وتردد في الحالات دي. لازم اشيل الحته دي. الصوره اللي قبلها ده شكل العصب بعد ما اتحرر، وفي حاجه زنقه على العصب، فانا حررت العصب لما شلتها العصب ارتاح طبعًا. فالالم ارتاح طبعا، بيبقى مسبب الم مبرح في رجليه، صعوبه في الحركه، مش عارف يتحرك لانه مع اي حركه. ايه الحته دي يا دكتور؟ يعني دي ايه؟ فراجمنت، يعني قطعه خرجت من الغضروف، من نواه الغضروف، وخانق العصب. فهو نظوري في الموضوع ده ان انا احرر العصب. العصب اتحرر ارتاح، الالم طبعًا كله راح، والاعراض طبعًا راحت، مش عارف يتحرك ولا يمشي ولا يروح. ففي حالات معينه زي ما حضرتك وضحت لحضرتك كده، مش هينفع يعني نوع الاجراء. لازم يبقى الاجراء من الاول محدد، لان اي اجراء تاني مش هيحسنه، مش هيجي نتيجه خالص، لان في حاجه زنقه. طب انا حضرتك قلت لي برضو قبل الحلقه كده ايه، في حاجه اسمها الحقن الاسمنتي، وانا قلت حضرتك ده حاجه جديده انا ما سمعتهاش من حضرتك قبل كده، هل ده بروتوكول جديد في العلاج ولا ده ايه؟ هو طبعا في بعض الحالات اللي بيحصل لهم خاصه في الناس الكبار في السن اللي فيها شاشه في العظم، فممكن مثلا المريض وقع فبيحصل زي كسر في الفقره. تمام، كسور في الفقرات. طيب المريض ده حد كبير، سنه كبير، عامل قسطره وبياخد ادويه للسيوله وضغط وسكر وقلب، قصه، وبيبقى مسبب الم مبرح. اكتر مشكله في الكسور ان الالم ان هو مش عارف يتحرك. يقول لك انا لما باجي اقوم الم مبرح بيوصل للصريخ. فالحالات اللي زي كده لازم احنا الفقره اللي هي حصل فيها الكسر بنرمها. تمام. فبنحقن الماده الاسمنتيه جوه الفقره. بنحقنها بطرق امنه، لان طبعا ده مريض كبير وفيها شاشه في العظم وكده، احنا مش هنفتح ولا نعرضه لجراحه. كل الاجراءات التداخليه اللي انا وضحتها لحضرتك ومنها المنظار هو تخدير موضعي. حتى المنظار دلوقتي ما بناخدش غرزه، المريض صاحي، يعني تخدير موضعي. وكل ده بتخدير موضعي، كل ده تخدير موضعي، بيبقوا صاحيين. صحي تخدير موضعي، وبالتالي مناسب للناس الكبار في السن، اللي عمل قسطره، اللي عنده مشاكل سيوله، اللي عنده سكر، اللي خايف من التخدير، اللي مش عايز يتعرض لتخدير كلي.
تمام. فبنحقن الماده الاسمنتيه جوه بالون يعني بالونه وبتتحط فيها الماده الاسمنتيه وبتتحقن جوه الفقره عشان يزود من الامان بتاعها. فبيلم الفقره بيرم الفقره فيبدا المريض بعد كده طبعا الاعراض بتتحسن على طول ايميديت من اول طبعا على طول بمجرد ما بيخلص الاجراء المريض بيتحسن والوجع بيروح والحركه. طب نروح نشوف تقرير باللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي عشان برضو الناس تعرف بالظبط هو بيتعمل فيه ايه. كتير بيعاني من ألم الغضروف وألم الفقرات وألم المفاصل. دلوقتي علاج الانزلاق الغضروفي والعنقي واستئصال الغضروف القطني بالمنظار بدون جراحة أو ألم باستخدام أحدث التقنيات العلمية مع الأستاذ الدكتور محمد موسى أستاذ علاج الألم والعمود الفقري والمفاصل، دكتوراه في علاج الألم كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري وعضو هيئة تدريس لعلاج آلام العمود الفقري بجامعة المنصورة. التجمع الخامس 011-15-37 197 المنصورة 0-585-204. أنا عايزة حضرتك تفرق لي بين خشونة الركبة وهشاشة العظام، هل ليهم علاقة ببعض ولا دي حاجة ودي حاجة؟ هو طبعا دي حاجة ودي حاجة. هشاشة العظام المريض هيشتكي من آلام في العظم كله دي بقى بنعمل الجسم كله طبعا نعمل بقى تحاليل فيتامين دي وكالسيوم روماتويد ليها اسباب تمام. اما خشونه الركبه لا دي حاجه محدده، ده بيشتكي من الام في ركبه الام مع صعوبه في الحركه، صعوبه في طلوع السلم، تورم في الركبه. الناس طبعا الكبار في السن مشكله بتبقى مزمنه دي، مش يعني حضرتك عارفه دي بتبقى مشكله سنين يعني وبيعاني منها بقى له فتره طويله وبيوصل لمرحله ان الالام بقت غير محتمله، مش عارف يتحرك. يعني انت تقول ان عنده خشونه في الركبه، هل فيها ما يعرفش يتنيها، ما يعرفش يمشي، صعوبه في الحركه، صعوبه في التاني. هو بيحدث نقص للمواد الذاتيه اللي هي ربنا خلقها جوه الجسم اللي هي بتلين المفصل. ليها علاقه بتقدم السن؟ تقدم السن طبعا، بالنسبه للسيدات بعد سن طبعا الياس، اختلال الهرمونات، الوزن، في حمل كبير على الركبه تمام، فالعظم الماده دي بتنشف فبيحتك ببعضه فيبدا يحصل يتكون زوائد عظميه والتهابات وصعوبه في الحركه، صعوبه في التاني بتاع الركبه. وده بيعوق طبعا خاصه السيدات الكبار ومثلا لو قاعده لوحدها وعايزه تقضي الحاجات المطلوبه منها فمش عارفه تتحرك. فاحنا طبعا بنعمل اتكلمنا كتير قبل كده طبعا اللي هو بندي الادويه مضادات الالتهاب، لكن طبعا مع الوقت بيبدا المريض ما بيستجبش للادويه دي، وفي يعني في حاجات المسكنات ما بيجيبش نتيجه فيها يعني. كان زمان بتتحقن المواد الذاتيه اللي هو الهايلورونيك اسيد، حصل تطور بشكل اكبر، بقت الخلايا النشطه اللي احنا بناخد عينه من دم المريض وبنفصل منها البلازما العلاجيه وبناخد الخلايا النشطه اللي هي مستخرجه من البلازما وبنحقنها جوه المفصل عشان نعيد بناء الانسجه ونصلحها. لو في تهتك في الانسجه الداخليه الغضروف الداخلي متهتك بنحقن برضو الخلايا النشطه تحت جهاز الاشعه على الحته المتهتكه ده برضو بعمليه بقى تخدير موضعي برضو تخدير موضعي. انت حضرتك بتتكلمي يعني على ما فيهاش عمر كبيرة. على السن الكبير طبعًا. 70 سنه لا حضرتك بتتكلمي على عمر كبير لحد 80 ولحد 90 سنه، فهو مش هينفع اصلا يتعمل اي تخدير ولا الكلام. بيقوم العمليات دي يا دكتور يعرف يمشي وكده؟ بص حضرتك، هو برضو احنا يعني الموضوع مش مطلق، ما يبقاش خشونه متقدمه عظم في عظم والام مبرحه وحضرتك تقولي هنحقن ماده ذاتيه، لا مش هينفع. لكن بنعمل حقن للخلايا النشطه والمواد الذاتيه وبيتعمل تردد حراري على المفصل ومفصل الركبه. التردد في الحالات دي بيحل مشكله الوجع بنسبه كويسه، يعني الحالات المتوسطه بتتحسن بنسبه حوالي 70-80%. المتقدمه بحيث ان هو يعرف يتحرك، ما ياخدش مسكنات، يعرف ينام كويس، يحسن له الاعراض تمام. والهدف ان احنا نوصله لمرحله ما يتألمش برضه، يعني في بقى يبقى يعني يعرف يقضي الحاجات المطلوبه منه جوه البيت. طب خلينا نروح نشوف برضه تقرير ونرجع لحضرتك. حضرتك تعبت في الظهر من تحت اسفل الظهر مقصر على بعرشة، ولما باجي امشي رجلي بتوجعني خالص، بتشد عليا. تمام طبعا المسكنات مش جايبه نتيجه، يعني بقى لنا فتره بناخد مسكنات وما عادتش مريحه. تمام طيب خلاص، احنا هنعمل طبعا اجراء تداخلي محدود، احنا هنعمل تبخير للغضروف وهيتعمل تردد حراري على المفاصل، الاعصاب اللي هي مسببه الالم في رجليك هتتعالج، وهنحقن ادويه مذابات للالتصاقات، بس هيتعمل موجات تردديه على المفاصل الملتهبه وجذور الاعصاب اللي مسببه الالم في الظهر. تمام في الظهر كله ان شاء الله. وطبعا هيتعمل تبخير للغضروف زي ما انا وضحت لك ان ده بيحجم الغضروف من الداخل فبيخف الضغط على العصب والجزء المنزلق بيرجع لوضعه الطبيعي ان شاء الله. بس السؤال في السلام عليكم.
عملنا تبخير للغضروف تمام بجهاز التبخير دوت اللي هو بيحجم الغضروف من الداخل وبيعمل زي قنوات او تشانلز جوه الديسك فبيحجم الغضروف من الداخل بيرجع البروز للوضع الطبيعي بتاعه تمام. هو طبعا كان فيه مستويين بس هو المستوى اللي ما بين الفقره الخامسه والفصيه الاولانيه اكبر فاحنا عملناه. طبعا ده مش جراحه, تخدير موضعي من غير فتح وغير جرح وان شاء الله يعني الامور الالم اللي في الظهر بيحسن, الوجع اللي في الظهر بيحسن, الالم اللي هو اللي في الرجل والتلميل والمسران الساقين التقلصات اللي بتيجي لانه بيحجم الغضروف وبيحجم الجزء اللي هو اللي ضغط على العصب فبيخف الضغط على العصب وبيريح العصب. تقول طبعا ان القطعه ديت بتبقى خاصه بالمريض, الجزء اللي هو بيخش جوه الغضروف ده اللي بيعمل التشانلز القنوات اللي جوه الديسك وبيحجم الغضروف من الداخل بيرجعه لوضعه الطبيعي. القطعه دي بتبقى خاصه بالمريض. هنعمل بقى التردد والحقن وتوسيع القناه العصبيه ان شاء الله. خلصنا عملية التبخير بتاعة الغضروف القطني لأن كان في انزلاق زي ما قلت ما بين الفقرة الرابعة والخامسة والخامسة والعصصية الأولانية, وعملنا حقن وتردد حراري موجات ترددية نبيضة على جذور الأعصاب اللي هي مسببة الألم في الساقين مع حقن أدوية مذيبات للالتصاقات, وعالجنا الالتهابات اللي على المفاصل المغذية اللي هي مسببة الألام اللي في أسفل الظهر مع القعدة ومع المشي والحركة والكلام ده كله. ده إجراء تداخلي محدود بدون جراحة وتخدير موضعي من غير ما نفتح من غير ما نجرح, وإن شاء الله ده بيحسن الألم اللي في الظهر وبيحسن الألم اللي في رجليها, والمريضة بتغادر المستشفى في نفس اليوم ترتاح حوالي 3 أيام لخمس أيام وبيبدأ تحسن في أول أسبوع على طول. خلال 21 يوم بيبدأ الألام اللي في الظهر مع القعدة ومع الحركة والمشي بتحسن بنسبة مش أقل من 80-90%. والتقرير بيعرض الحقيقة دكتور محمد موسى قال لي أعلى عوامل الأمان, وإنه لسه عامل القصة دي لحد عنده فوق 90 سنة, إنه مش معنى إنه كبير يفضل يتألم. فيعني باختصار كده يا دكتور, فكرة إنه دي يعني الواحد يعملها هو مطمن ما فيهاش أي ريسك. طبعا هي طبعا طول ما احنا بنعمل الإجراء تحت جهاز أشعة وشايفين ومحددين وعارفين احنا هنستخدم الاجهزه اللي هي التردد, المواد اللي بنحقنها ادويه مذيبات للالتصاقات مش كورتيزون, لا طبعا عوامل الامان مرتفعه جدا ونسب التحسن مرتفعه جدا. ما انا كنت بكلم مع حضرتك في حته اللي هو انزلاق غضروفي عنقي ما ينفعش يتحقن في عياده, ده حزمه الاعصاب كلها في الحته دي صحيح. فاحنا بنعمله تحت جهاز اشعه وبدقه شديده جدا وضامنين النتائج وضامنين الامان وكل حاجه. ما ينفعش المريض يعرض نفسه لاي يعني ما ينفعش الحته دي لا ما عشان كده البرامج دي بتعمل وعي انه ما تتحنش في حته فيها اعصاب كتير من غير ما تبقى فاهم انها متشافه ومحطوطه طبعًا على شاشه والدكتور شايف. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد موسى استشاري علاج الام العمود الفقري بكليه الطب جامعه القاهره وعضو هيئه التدريس بكليه الطب جامعه المنصوره. شكرا جزيلا, بشكركم على حسن المتابعه, اشوفكم على خير في الحلقه الجايه باذن الله.